انه يوم 16 اكتوبر هو هي ذكرى ديال اليوم العالمي للخبز، وعلى ضوء هذه الذكرى هذه قرروا يعني ارباب المخابز باش غادي ينظموا واحد الوقفه احتجاجيه امام وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه. هذا لعده اسباب، اولا بسبب يعني الحاله المزريه التي اصبح عليها القطاع والكساد واغلاق ديال عدد كبير من المخبزات، خاصه المخابز التقليديه فقد اغلقت حوالي 70% منها، ولهذا وهذا راجع بالاساس لظهور واحد القطاع اللي هو عشوائي، واحد القطاع اللي هو يعني لا يحترم المعايير، ليست في اي معيار لطهي الخبز، لان في الاصل ديال الخبز كيتبنى على بيت النار كتكون فيها واحد الحراره مخزنه ما بين 200 250 300 درجه، على عكس داك الخبز ديال الشاليمو ديال بوطاغاز اللي كيتسمى خبز الدار، اللي هو خبز فاسد، خبز مضر بالصحه، يطهى في لهيب 80 100 120 درجة، بمعنى أن الخبزة كتبقى دائما فيها الرطوبة، كيعتاد يتناولها المستهلك، فأكيد أنها غتسبب لي في عدة أمراض على المدى الطويل ولا على المدى المتوسط ولا على المدى الطويل. إذن هذا النوع ديال هذا القطاع بما أنه انتشر كالنار في الهشيم، يعني أصبح يهدد المخابز سواء العصرية أو التقليدية، وتسبب لها في مجموعة ديال المشاكل، وتسبب لها في الإفلاس، بسبب أنه أصبحت يعني دخلنا في واحد عدم التوازن ديال الإنتاج، وأصبح الإنتاج ديال الخبز يفوق العرض يفوق الطلب بأضعاف مضاعفة، مما جعل هذه المنافسة غير طبيعية وغير عادية، لأن المستهلك يتناول ذاك الخبز على أساس أنه معيار الجودة عنده هو السخون، لأن هذوك اصحاب الخبز ما يسمى بخبز الدار بين قوسين، هذاك الخبز الفاسد، يعني معيار الجوده ديالهم هي السخون، كيبيعوا هذا الخبز كانهم كيبيعوا الشفنج، كيوقف المستهلك كيعطي خبزه سخونه، هذا هو يعني هذه هي الجوده ديالو، وديك الخبزه ما كيعرفش بلي انا راه فيها الرطوبه، ما كيعرفش المعايير ديال الجوده. هاد المعايير اللي كنتكلموا عليها هي المعايير التي تتكلم عليها المنظمه العالميه للصحه والمنظمه العالميه للتغذيه الفاو، اللي يعني الخبز المعيار ديالو هو خصو يطيب في واحد الدرجه حراريه مئويه ديال ما بين 200 250 300 درجه. اذا هنا باش يعني خاص لازم ما تكون واحد الصرخه من اجل رفع الوعي، وحتى الهيئات ديال حقوق الانسان خصهم يفهموا باللي انه هذا الخبز هذا الفاسد راه غادي يتسبب في واحد الاضرار على المدى الطويل للمستهلكين، وفي نفس الوقت كيتسبب الافلاس لهذا القطاع اللي غادي يخلي مع يعني مع مستقبلا غادي يخلي المغاربه غادي يفسدوا غادي 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 يفقدوا الخبز الجيد، وغادي يبقوا عرضه لواحد الخبز فاسد اللي غادي ياثر لهم على الصحه ديالهم في غياب اي مراقبه ولا اي رادع اللي غادي يردع هذا القطاع الذي اصبح مهنة لمن لا مهنة له. إذن هذا هو علاش الأرباب الأفرينة يعني ذاك اليوم غادي يكون يوم عرس، غادي يهزوا فيه الإعلام الوطنية والصور ديال صاحب الجلالة، وغادي يوقفوا أمام وزارة الفلاحة، وغادي يحتجوا، وغادي يعبروا على المشاكل ديالهم من أجل إسماء صوتهم للرأي العام والجهات المسؤولة. يعني هذا هو علاش جات هذه الندوة ان شاء الله تهيئا قبل الوقفه ديال 16 اكتوبر. هذه الندوه الصحفيه درناها اليوم لكي ياتي الصحفيين مشكورين لطرح بعض الاسئله على مهني قطاع المخابز العصريه والتقليديه من اجل تفسير اسباب هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه. هذا القطاع العشوائي، هذه الافرنه القصديريه التي اغرقت السوق بالخبز الغير صحي الذي لا يتوفر على جودة الخبز، هو كان سبب في إفلاس بعض المخابز، وهناك مخابز أخرى في طريق الإفلاس. نحن كمهني قطاع المخابز العصرية والتقليدية سوف نقف وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بالرباط، لنطالب بتنظيم القطاع
بقانون تنظيمي للقطاع والقطع مع العشوائية مع الأفرنة العشوائية، لأنها هي من سبب لنا الإفلاس.